مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف الأحد. ضيفة ديالي اليوم هي السيدة نجاة أنور، رئيسة ومؤسسة جمعية متقيش ولدي. سيدة أنور مرحبا بكم. شكرا على الدعوة. سيدة نجاة أنور، كيجونا بأخبار اللي كيتكلمونا فيها على اعتداءات جنسية اللي كتقيس الأطفال القاصرين في المغرب. آخرها الوضعية أو القصة الأليمة ديال هذيك الطفلة وئام اللي تعرضت لواحد الاعتداء جنسي من طرف واحد الشخص، واللي وصلت به الوقاحة أنه شوه لها الوجه ديالها، بالإضافة للاعتداء الجنسي شوه لها الوجه بالمنجل. يعني وهذا الشيء غير اللي تكلمت عليه الصحافة، يعني كنقولوا يعني آخر ما توصلنا به وما خفية أعظم لما تكلمش عليه الصحافة. في نظركم يعني قضية الاعتداءات الجنسية اللي كيعرفوها القاصرين في المغرب، واش ظاهرة يعني متفشية ومنتشرة في المغرب أكثر من الدول الأخرى أو لا ظاهرة عادية؟ بالنسبة لنا القضية ديال الطفلة وئام هو عنوان أليم ومؤشر خطير على الوضعية ديال الطفولة في بلادنا، وكذلك مؤشر خطير على ظاهرة ديال الاعتداءات الجنسية على الأطفال. احنا في جمعية متقيش ولدي سبق لنا ونددنا وأصرينا على أن هذه الظاهرة ديال الاعتداءات الجنسية على الأطفال هي ظاهرة متفشية، ظاهرة حقيقية، ظاهرة كاينة، خصنا غير فقط نشوفوا كيفاش نحاربوها. وسبق أنه يعني نعتوفينا بأننا احنا واحد الناس اللي ربما الهدف ديالنا هو المزايدة، الهدف ديالنا هو أننا نوسخوا البلاد ديالنا. إذن شنو هو الهدف ديالكم بالضبط أنتم كجمعية متقيش ولدي؟ الهدف ديالنا هو نحاربوا هذه الظاهرة اللي هي فعلا ظاهرة كتهدد الأطفال ديالنا، كتهدد الطفلات ديالنا اللي هما نساء ورجال الغد. احنا سبق لنا أننا أعطينا إحصائيات قلنا بأنه راه ظاهرة الاعتداءات الجنسية واقع، ممكن لناش نكروه، ممكن لناش نخبيه. فهدفنا هو أننا كمجتمع مدني بمعية المؤسسات الرسمية أننا نجندوا جميع ونواجهوا هذه الظاهرة اللي كتهدد وليداتنا. مثلا في القضية ديال الوئام شنو هو الدور ديالكم انتم كجمعية؟ واش اتصلتوا بالأسرة مثلا؟ يعني كنقول القضية ديال الوئام يعني كمثال، يعني وكاين أمثلة أخرى. نعم. ملي كتسمعوا بأنما كاين واحد الظاهرة ديال الاعتداء على شي قاصر، يعني الجمعية ديالكم يعني بالإمكانيات المحدودة اللي عندكم كيفاش كتصرفوا؟ كيفاش تشوفوا يعني كنموذج؟ احنا التنسيقية ديالنا ديال سيدي سليمان اتصلت بالعائلة ديال الضحية، استمعت لهم، وجهتهم، يعني درنا حسب الإمكانيات ديالنا المتوفرة لدينا، حاولنا أننا نساندوا هاد الأسرة ونوجهوها باش تعرف شنا هي المراحل اللي ممكن أنها تدوز منها. ولكن اللي كان يعني اليوم اللي بغينا نأكدوا عليه هو أنه حان الوقت أننا ندقوا ناقوس الخطر، أننا نعريو واحد الواقع اللي هو واحد طابو، واللي هذا الطابو اليوم يعني غادي نقولوا يعني مزيان أنه اليوم الأسر صبحت أكثر شجاعة وأكثر جرأة أنها تتبوح إلى تعرض الطفل ديالها للاعتداء الجنسي، ماشي بحال من قبل. من قبل يعني وأنا بقى كنتذكر سنة 2004 وهي السنة ديال التأسيس ديال جمعية متقيش ولدي، كانت عندنا يعني واحد النوع من العراقيل، كنا كنحسوا بواحد النوع من الإحباط لأن كان كيصعب علينا أننا نقنعوا الأسر أنها تبوح. علاش واش كيقولوا حشومه؟ يعني هاد الثقافه ديال الحشومه عندنا في البلاد، كتخاف من الحشومه، كتخاف من العار، كتخاف من اش غادي يقولوا الناس، ربما غادي نعتو في الطفل ديالي او في الطفله ديالي بانها راها غدا ملي غادي تكبر كيفاش غادي يكون المصير. يعني هذه كلها كانت واحد مجموعه ديال الافكار اللي اليوم زعما نقولوا من حسن الحظ اليوم اننا كمجتمع مدني طبيعة الحال بمعيه الاعلام استطعنا على اننا نكسروا هذا الطابو، والاسر اصبحت اكثر جراه انها تبوح. هنا ما كاينش غير قضيه حشومه، يمكن العائلات ما عندهمش الامكانيات او لا كاين شويه ديال الجهل، كيقول لك ما كيعرفوش عند من يمشيو. كاين عند شي ناس اللي مسلمه كيقول لك وهذا المكتب هذا الشيء اللي عطى الله. هي اكثر في القضايا ديال الاعتداءات الجنسيه على الاطفال ماشي قضيه امكانيات، ولكن قضيه حشومه وقضيه طابو هي اكثر يعني من اي شيء. ولكن كيف ما قلت لك اليوم قطعنا اشواط. تكلمتوا عن الاعلام السيده نجاة انور، فعلا الاعلام مؤخرا حتى الاعلام العمومي يعني ولا كيتكلم بكثره ويثير هذه القضايا، مثلا غير القضيه ديال هذه الطفله وئام، القضيه المؤسفه، انما حتى الاعلام العمومي تجند وعمل ريبورتاجات باش يحسس يعني الناس على هذه القضيه. واش كتشوفوا هذا الشيء يعني جديد؟ لا، هو الاعلام دائما احنا بالنسبه لنا كنعتبروه في جمعيه متقيش ولدي كان شريك اساسي ودائم
صراحة يعني ما عمر الإعلام إحنا يعني خرجنا بشي قضية من قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والإعلام كان خجول صراحة أن الإعلام دائما كان يواكب هذا النوع من الجرائم اللي تنطلبوا منه الآن يعني الصمود وتحقيق يعني التدابير الوقائية تحقيق الحماية لهاد الأطفال هي المؤسسات الرسمية. غادي نجيو للمؤسسات الرسمية غادي نجيو شوية بشوية. عارف الموضوع كبير وأنت عندك شغف باش تكلمي عليه بواحد الحماس اللي مشهود ليك السيدة نجاة أنوار. أنتم جبناكم اليوم كنموذج ديال الجمعيات اللي كتشتغل في هذا الحقل. نظن كاين جمعيات أخرى ديال المجتمع المدني اللي كتكلف بهذه الأمور أيضا. بالنسبة لنا احنا كمجتمع مدني على الأكيد على أنه جمعيات المجتمع المدني هي كثيرة ومتعددة. المجتمع المدني اللي تينقصه هو التحفيز، هو الدعم، هو الاعتراف، هو الأخذ برأيه، لأن المجتمع المدني هو اللي دائما كيكون يعني في احتكاك مع الضحايا ومع أسرهم. إذن التحفيز منين غادي يجي؟ يعني واش الحكومة كاين شي تحفيزات من طرف الحكومة؟ كاين شي تجاوب بينكم مثلا وبين مؤسسات الدولة في هذا الإطار؟ إوا نكذب إلا قلت حتى لدابا كاين شي تجاوب. اللي تنحسوا به احنا كمجتمع مدني هو أننا تنصلحوا فقط لتسويق الصورة ديالنا في الخارج. ملي كتبدا الدول المتقدمة كتهضر على المجتمع المدني، مع الأسف احنا كنتكلموا على المجتمع المدني وتنقولوا على ان المغرب راه فيه مجتمع مدني. ملي كيكون شي نشاط ما كيكونوا مثلا باغيين ياتوا بنا الفضاء كيتصلوا بنا. من غير هذا الشيء يعني الاخذ براينا، الاستماع لنا، اشراكنا، حتى لدابا مازال ما شفنا والو. اذا اللي فهمتي باش يعمروا بكم القاعات كيعيطوا لكم، ولكن شي مقاربه تشاركيه لحد مثلا بسيمه الحقاوي وزيره الاسره والتضامن، انا نظن هذا الشيء من الاختصاصات ديالها انها مثلا تجاوب مع الجمعيات اللي كتشتغل في هذا الاطار اللي كتدافعوا على الاطفال القاصرين مثلا. كيف ما قلت لك شي حاجه ملموسه مازال ما شفنا والو. واش انتم كتتصلوا بهم؟ يعني قدمتوا لهم شي مشاريع؟ احنا قدمنا لهم مشروع باش ما نظلموهمش. لا قدمنا مشروع للوزاره ولكن ما شفنا حتى شي تجاوب، ما لقينا حتى شي تجاوب. وكتسمعوا جمعيات اخرى قاموا بنفس الشيء ولحد الان يعني بصفه عامه يعني كيفاش كتفسروا؟ ما نقدرش نتحدث على جمعيات اخرى لان ما عنديش هذه الصلاحيه، ولكن انا كنتحدث على جمعيه مطقيش ولدي على انه قدمنا مشروع للوزاره ديال التنميه والاسره والتضامن ومع الاسف لم يتم الاتصال به. يعني مازال ما كانش تجاوب مع الجمعيات ديال المجتمع المدني. ملي كنقولوا الاعتداءات الجنسيه على الاطفال القاصرين ما كانش غير الاعتداءات الجنسيه، كان الاعتداءات بصفة عامة. وكما قلت الإعلام ديالنا يوميا عاود كيعطينا أمثلة، مثلا خادمات البيوت اللي كيتعدوا عليهم ربات البيوت. نعم. كاين اللي كتكب عليها الماء السخون الخادمات القاصرات. يعني بعض المرات كتقول هادو ماشي مواطنين، هادو وحوش عندنا في هاد البلاد. هذا دليل على أن الطفل في وضعية يعني خطيرة. ملي مازال الناس يعني كتسمح لهم نفسهم أنهم يعتدي على الطفل بدون حسيب ولا رقيب، هذا ماذا يعني؟ على أنه ليست هناك حماية، وهذه هي الحماية اللي كنطلب بها احنا كمجتمع مدني وتنطلب من الضمائر الحية أنها تشاركنا هذا الهم وأنها توقف في جنبنا باش نحاولوا أننا نحقوا ولو جزء بسيط من هذه الحماية. كان بزاف يعني، ولكن احنا كنقول الله يحسن العون، يعني مجموعة ديال العائلات كتخدم بناتهم في, في, في بيوت كخادمات، وكما قلت كاين عندنا بعض المرات شي وحوش رجال ونساء اللي كيتعداو على هاد الخادمات. سمعنا بزاف كاين مؤخرا واحد القضيه ديال واحد الخادمه في اكادير. نعم. وكان هذيك الخادمه ديال اللي كانت فوجده اللي حتى هي كتعرضت لواحد العنف خطير. غير باش نصفوا الخادمه ديال مكناس اللي انتحرت. خادمات وقلت في المقدمه يعني ما خفي اعظم، هذا الشيء غير نسمعوا عليه اللي خرجته الصحافه للوجود. مؤخرا الحكومه يعني في اطار هاد الضغط اللي كتعرفوا في هذا الاعتداء على هاد الاطفال وهاد الخادمات ديال البيوت، الحكومه قدمت واحد المشروع قانون، يعني مازال خصو عاد يمشي للبرلمان ويتناقش ويتصادق، يعني ما عرفناش فوقاش. قدمت واحد المشروع قانون باش تكلف بهاد اللي كيشتغلوا في البيوت باش تضمن لهم واحد الحمايه اقتصاديه واجتماعيه. ومن بين يعني النقاط المهمه ان الحكومه قالت يعني قل من 15 عام ما خصهمش يخدموا في البيوت. واش كتشوفي مثلا هاد النقطه ايجابيه؟ أكيد على أنه هذه نقطة إيجابية، ولكن حنا هذا المشروع ديال القانون سمعناه شحال هذه، ولكن علاش هذا المشروع؟ أنا صدقت عليه الحكومة مؤخرا. لا علاش هذا المشروع بقى هذه المدة كلها في الدواليب؟
مع العلم أنه كانت الصحافة دائما تجينا بحالات ديال الاعتداءات على خادمات في البيوت، وحنا كنعرفوا بأن الخادمات في البيوت أقل من 15 سنة ممكن تعرض لجميع أنواع الاعتداءات. علاش؟ لأن هذه الخادمة كتقضي الليل ديالها في هذيك مع هذيك الأسرة، يعني كيكونوا مسدودين عليها البيبان، إذا ممكن تعرض لجميع أنواع الاعتداءات. فإحنا التساؤل ديالنا هو أنه هذا المشروع ديال القانون علاش بقى في الدواليب لهذا المدة كلها؟ غير دابا وخاصة ضغط عليه الحكومة، يعني مازال خصو يستمر يعني في إطار. إحنا كنتمناو على أنه هذا الشيء فعلا مصادقة عليه، خصو يمشي للبرلمان ويتناقش، يعني عاد باقي وقت، ولكن أنتم كتقولوا خصنا نسرعوا الأمور لأن يعني المشكل ولا خطير جدا. ماشي خصنا نسرعوا، كان خصنا نسرعوا به شحال هادي. يعني اليوم بالنسبه لينا احنا ما بقاش الوقت. من الحكومه كتقول لك ما خصناش نخدموا البنات قل من 15 سنه، يعني القاصرين عاد كيزيدوا يشتغلوا في البيوت، يعني 16 سنه 17 سنه راهم عاد قاصرين. علاش ما نقولوش يعني الاطفال القاصرين ما يشتغلوش بالبتة؟ احنا على الاقل احنا في جمعيه متقيش ولدي تنقولوا الطفل طفل، احنا مع المواثيق الدوليه حتى يبلغ، يعني المواثيق الدوليه كتقول لك اقل من 18 يشتغل سن 18 سنه. ولكن احنا مع الواقع، ما دام انه فعلا هناك حاجه وهاد الأسر هما بحاجة مثلا إلى يعني العون ديال هاد الأطفال اللي هما أكثر من 15 سنة، فهنا تخص الدولة يعني تقوم بمراقبة هاد الأطفال اللي كيشتغلوا ما بين 15 و 18 سنة. على الأقل خصها تكون واحد التدابير ديال المراقبة. يعني 15 18 سنة راه ما كيقراوش، المستقبل ديالهم صافي ضاع وغادي يكملوا حياتهم غير حنا دابا تنقولوا حنا مع الطفل أنه يعني ما يشتغلش حتى ل 18 سنة، ولكن هذا واقع. تيقول لك لا أنا خصني هذا الطفل اللي هو عنده 15 سنة أو 16 سنة خصو يعاونني، أنا محتاج. إذا علاش ما نقولوش الحكومة خصها تعاون هذه العائلة وتخلي هذا الطفل يمشي يشتغل؟ حنا تنقولوا الحكومة بعدا تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة. خصها بعدا تمنع. يعني قلت لي لو وصلنا 15 احنا مزيانين، راه احنا مزيانين يعني، لان احنا ما بقيناش تنطمعوا، احنا ولينا تنقولوا من الصبي الا احنا حققنا غير حتى ال 15 سنه. على حسب التجربه ديالكم في البيوت، يعني البنات اللي كيخدموا كان يعني اقل السن الاقل يعني في هذا الميدان شحال؟ كاين اطفال اللي تيعاودوا لنا تيحكيوا لنا ناس على انهم اطفال وليدات تيلبسوهم هذاك الزي المغربي باش يبقاو يتسخروا في الجوج وثلاثه د الصباح ملي كيكونوا الضيوف، وحتى الاسم ديالهم كتبدل. طفل تيكون سميتو مثلا محمد كيصبح سميتو مرجان او كيختاروا له اسم، كيختاروا له اسم لا من الاسماء التقليديه العتيقه، وكيلبسوه واحد الزي وبالنسبه لهم هذاك الشكل جميل باش انه يعني واش نقدروا نعتبروا بان هذا شكل من اشكال العبوديه؟ هذا فوق من العبوديه، لان هذه عبوديه، ولكن عبوديه ديال الاطفال اللي هما المكان ديالهم الطبيعي هو المدرسه. واش كتشوفوا مثلا يعني هذا كان غير هذا المشروع قانون في هذا الاطار ديال الحكومه، واش كتشوفوا ان الحكومه كتقوم بالعمل ديالها بما يكفي في مواجهه هذه الحالات ديال الاعتداء الجنسي والاعتداء على القاصرين والقاصرات بصفه عامه؟ اليوم عندنا دستور جديد، دستور تأنه في ثناياه الاتفاقيات الدوليه، هاد الاتفاقيات اللي تتلزم على الدول اللي هي صدقت عليها باش انها تضمن الحماية ديال الأطفال. إذن احنا اليوم تنطالبوا بتنزيل حقيقي لمقتضيات هاد الدستور. وتلاحظوا السؤال بطريقة أخرى، واش الحكومة في نظركم كتحمي بطريقة كافية هاد الأطفال ولا لا؟ احنا ما تنشوفوش هاد الحماية، وهذا الشيء علاش تنقول لك اليوم عندنا دستور جديد. راه حتى انا جاوبتك وقلت لك اليوم خصو يتفعل، نظركم مازال ما كيتفعلش بطريقه كافيه؟ مازال ما كيتفعلش، مادام كنلقاو بانه مثلا ناخذوا القضيه ديال امينه الفلالي اللي انتحرت من بعد ما تم ارغامها على تزويجها من مغتصبها وانتحرت، كنشوفوا بان الاتفاقيات الدوليه كتقول لك بانه يعني الزواج ما يمكنلوش يتم لا بالنسبه للذكر ولا للانثى حتى يكون عنده 18 سنه. كنجيو كنلقاو بان والقاضي له الحق في ان يأذن لتزويج القصيرة. إذا هنا كاين تحايل على القانون، احنا ما بغيناش يكون واحد التحايل، بغينا نص صريح اللي كيمنع بغيتو قوانين القصير. واضحة باش تحاربوا هاد الظاهرة ديال الاعتداءات القصيرين، بغات تكون جنسية ولا اعتداءات جسدية أو لا اعتداءات معنوية أيضا. بغينا قوانين واضحة وصريحة، بغينا تنزيل حقيقي لمقتضيات الدستور الجديد، لأن اللي تنلاحظوا بأن المشرع المغربي ما كيسميش الأشياء بمسمياتها. المشرع المغربي كيهضر فقط على هذاك العرض، ما كيهضرش على الاعتداء الجنسي، ما كيهضرش على السياحه الجنسيه، ما كيهضرش على دعاره القاصرين. شكرا سيده نجاة انوار، كانت هذه كلمه النهايه. نتمنى لكم التوفيق في العمل ديالكم، وانا اخواني اخواتي اقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج طيف الاحد.